الله يرحمه، هذه اول حاجه الله يصبركم الله يرحمه. خويا بركه في راسك نمشي معك بس اللي هو اني راه رجاوي خويا الشاب هذا الشاب والدرب ديالنا هو مشجع رجاوي مشجع وفي للرجاء البيضاوي كيف ما كنديروا ديما تلاقينا باش نمشيو نتفرجوا في الماتش ديال الرجاء في القهوه ظروف عاديه جات في القهوه تفرجنا ملي جات واحد اللحظه سجلنا البيت ديال فريق الرجاء البيضاوي فرح معانا وكل شيء ولكن كان كل شيء غير طبيعي واحد اللحظه ملي تمارك البيت ديال فريق الاهلي المصري كنشوفوه هو وقف وطاح في البلاصه بقينا كنفيقوا فيه ما فاقش هادو الدراري بغاو يهزوه باش يديو للسبيطار عيطوا للومبيلونس ما جاتش لومبيلونس هزوا الدراري في الموطور داوه ملي كنتصلوا بهم كيفاجئونا كيقولوا لنا راه السيد توفى شحال عنده هاد الشاب هذا الله يرحمه فضلا 38 سنه كيخدم في شركه ديال افيرتا سمعنا هو المعيد ديال العائله ديالو هو المعيد ديال العائله ديالو اخويا عنده جوج بنيات صغار ما كيتعداش العمر ديالهم 5 سنوات وعنده الام ديالو كبيره في السن العمر ديال الام ديالو شي 67 سنه وعند الاخت ديالو معاق كيف ما كتش هو راك اجي هنايا اكاري هويا هو اللي كيعاون العائله ديالو هو اللي كيصرف عليهم وكنتمناو من المكتب المسير ومن مشجعي الفريق الرجاء واللعابه ديال الرجاء يعاونوا هاد العائله كي داير الحاله ديال العائله ديالو العائله ديالو الحاله لا ما دويك اخويا هو مسكين خدام راك عارف خدام في الشركه ديال النظافه لا حول ولا قوه الام ديالو كبيره في السن ديالها وعندو جبنيات صغيره واش كيف ما كتشوف خويا جيت شوف معايا دابا تشوف معايا لا حول ولا قوة الا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون هاي الأخ ديالو كيف ما كتشوف بركة في راسك أختي هاي الأخ ديالو معاه الله يرحمه خويا مشى الله يرحمه مات كيف ما كتشوفوا أخويا الأخ ديالو ماشي حالة طبيعية الأخ ديالو معاطة وكنتمناو من اللعابة ديال الرجاء كيف مات السيد ضحى على قبل الرجاء حتى هما يضحيو على قبل بغيت نشوف أخويا شي واحد يحل بغيت نشوف السحر لا شي الدراري صغار الله يرضي عليهم لا شي واحد يحل لنا الباب لا حول ولا قوة الا بالله هي عند السارق القيد الله يرحمه الله يرحمه يعني السكينة كلها خارجة الآن أنت كتشوف أخويا حتى الحالة ديالها السكن ديالها ودي أنا غاشي شوف أخويا لا تحيدو تفضل تفضل شوف أخويا شوف إنا لله كان كيسكن مسكين هنايا لا هذا هو المنزل ديال المرحوم هو كان المنزل هذا ما عرفتش التابة ديالو ولكن شوف راه ما كيتعداش واحد جوج ديال الأمتار هاك كتشوف وهاك لا حول ولا قوة إلا بالله وديما هو كيمشي معانا يتفرج بالراجا في التيران محب ديال فريق الرجاء البيضاوي وفي ديال الرجاء البيضاوي وشاب من اطيب خلق الله سمعنا ان الساكنه كلها كتقول انا كان درويش الله يعاونك الله يسيروا عند الله واخا الام ديالك فاطمه بلاش فاطمه الام ديالك كيف ما كتشوف الله يرحمها امي فاطمه قول لها امشي ابو فاطمه قول لها راه هو كيعاون كيعاون العائله هانتوما الخوت كيف ما كتشوف عاوننا وليدي عاوني ولدي الله يرحمه ولدي ليها سنين وهز هذيك المعوقة ما خصني حتى خير معاه ولدي الله تقول لك الإمام هذه الطفلة ديالو هاي البنية لا لا من الدراري الصغار هاي البنية ديالو هاي البنية هو البنية ديالو هي البنية هو ما عندهاش مسكن مسكن ما عندها وما عندك حنا ما كرهناش اللعابة ديال الرجاء المكتب المسير يتعاونوا مع هاد السيد هوايا هو اللي كان كيعاون العائلة هادي بغاناهم يتعاونوا معاه انا امي مشيت نتفرج في الكوره وخرجت اسحب ليهم في القهوه يا ربي وجابوه لي مسكين وحطوا كيخرخر قلت راه ولدي الموت هادي قالت لي مرتو عطيه رشيد رشيد وراه كيخرخر درت يدي لقيته عارقان
يا صدر ربي ودي جاك السكتة القلبية يا صدر ربي يا صدر ربي ويا صدر ربي يا صدر ونسيت ومات ليا واحد ولا وقلت مصطفى ولدي وخلى ليا دابا البنات كي غندير ليهم كي غندير ليهم إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسد ربي فين غنمشي تحرك بنتي. بغينا حنايا اللعابة ديال الرجاء والجالية الجالية المغربية والشعب المغربي كله يتعاون مع هذه الأسرة هذه حيت ما بقى عندهم حتى واحد اللي يهزهم. والله سبحانه وتعالى. وراه عزيز على الرجاء في الممشى تتبعها. عزيز على الرجاء في الممشى تتبعها. جات تسكت على الكتبية القهوة. دا جابوا لي الدراري. سكتني القلب. في القهوة أنا عرفت غيطرة لي وعزيز على الرجل يا ربي يا وليدي من خيتي هاد البنيات كي غندير ليهم ما بقات عندي الصحة نخدم عليهم يا وليدي يا وليدي يا وليدي مالك خدمان عليا يا وليدي يا وليدي خدام على تا واحد خدمت اخويا معوقة عندنا دعية معوقة شحال عندي ديال الوليدات؟ عندو جبليات اخويا غادي راه صدر ربي البنيات غادي ليهم السكن اخويا شتي السكن اللي عايشين فيه هما يا ربي يا ربي يا ربي فين غنمشي يا ربي فين غنمشي عمري السكن دابا شكون اللي غيخلص ليها الكرا دابا ديال البيت هو اللي كان كيكرا هو توفى اليوم راه هو كان كيخلص هو اللي كان مكلف بالدار وكان مكلف كل شيء هو وانا مكلف بنيات وكل شيء ما كاينش ما كان معاك المهم يمشي قبل ما يمشي للقهوه كان معايا جاب لي وليدي الخبز قال لي هو ما يعطوني صباط جديد انا عزيز عليهم عطوني صباط جديد بقيت على قال لك هذاك ما مشرد ودوا معايا مسكين قال لي انا امي جاب لي كومير وجاب لي واحد الخبزه قال لي هاكا امي شربي اتاي وليدات وبنيات ومرتو كاينين في الدار انا راه في الكرياج قال لي انا امي مشيت نتفرج في الراجل وحسيت اولي حسيت يا امي كبده ياك قلت لها قلت غيجيبوا لي الخبز ولا شيء يا خويا الدريه هاي 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 من يدينا نسقط الله مدوى معاك مدوى مسكين ما والو ولي كان كيصير عليكم ولي كان هو اللي كان يصير علينا هو اللي خدم عليا هو اللي كان يسيدي ربي هو اللي كان ولدي وسيدي ربي وجي جبليات ومرتو هذيك وهذيك وهذيك اللي معول قبل قبل ما يجي هو مسكين الحمد لله صحيح خير وعلى خير وليدي راه كي قال لي عطاوني الصباط امي في الخدمه شو امي عطاوني الصباط باقي كاع ما نتسرق انا عزيزه عليهم واحد التلوش وليدي ما كاين ما نقول لك دا سيدي ربي بقيت بقيت انا دابا تما راك غندير لهاد البنات غندير ليهم قبل منه توفى لك شي واحد الاخر ياك توفى لي الدري الاخر وخلى لي الولد ويلي الولد راه عند وليدي البنتي اللي بقاو عندك كيفاش ديري معاهم اللي يعاونك والو كان صدر ربي لا خوت لا خوات لا الوالد لا والو حتى هي المراره ما عندهاش والديها كان عزيز عندك قوي الا ما شفتو انا مشيت البلاد شدني الحجر الصحي لي نغوت اوليدي جمع بنيات قال وليدي لا باس عليك غاري لا ما جا نبرك برا تيجي غيتعطل عليا شويه وهو مشى الله يرحمه بارك عليك خويا بارك عليك خويا الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه فرد النار حيد ولدي حيد تفروا لها شي كرسي وخرج ولا شي حاجه جلس إن إلى راجعون إن إلى 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 إل
الحمد لله على كل حال. الحمد لله. ما عندي ما عندي. أجو الدراري. ما عندي الحمد لله. الحمد لله. الله يرحمه الله يرحمه. الله يرحم جميع. بقى فيكم أمي يمشي. ولدي ما عندوش فوق العار. لا لا لا. ما عندوش ولدي فوق العار. والو مسكين. ما يكمي ما يسكين ما يتحل. تاع يا ولدي. ولدي مسكين. ما يصبر لي بلاه. ما يصبر لي. جابوه الدراري. اللي جابوه الدراري. جابوه جابوه الدراري جابوه لي قال لي ولدي. الله يرحمه. أنا حسيت. الله يرضي عليه. الله يرضي عليه. حسيت أنا حسيت. الله يرحمه يا ابو قالوا يا امي الله يخليك علي منزل الله ما خلاش عينكم على صف الدريره خويتي شرب الماء شرب الماء شرب الماء شرب الماء فيه ريحه والو كي غادير ليهم ولدي انا واحد قال صغير الله عندها 3 سنين كي غادير ليهم بغيت نسكن لهم وانا غنخليهم حتى هما يمشيو يديعوه في الديور لا وليدي نطلب عليهم نطلب عليهم وارضي اللي خدام السيد كيف ما دخل على الراجا السيد اللي كانت كتكون لاعب الراجا مع الربعه كيموت على الراجا هو كيجي يجرب وين كيموت على الراجا مع الربعه هو المتنفس ديالنا الوحيد هنا في الاحياء الشعبيه هو الراجا والوداد هذا هو المتنفس يمشي لدار الرباط ملي باقي ما مجوج يمشي لدار الرباط يمشي السيد هذا قدر الله وما شاء فعل اذ ما كتشوفوا السيد ما دابا على القلب على قلب الراجا والمعين ديال الاسرة ولا كيف هذا السيد هذا كيبغي هذاك الفرقة غنبرك لنا ويا خويا المرأة تاهي راه ما عندها خويا المرأة تاهي راه ما كاين لا بغاها والو كاين اللعابة اللعابة سوا تولي سوا الزوجة ديالو هاي الزوجة ديالو كيدوي عليهم مسكين نهار كامل كاع الجمهور ديال الراجل كاين راجل ما يعرفش اه سير 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 لا لا انا شاعر باش يدي ويا الفلوه انا معاك نعيمه نعيمه انا نعيمه سبحانك وصلت عليها البنت صورت ما عرفتش صافي لا 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 ما تخرج ما تفوت الباب ما تخرج
الله يرحمه الوالدة. الأجواء المحزنة في هذه المنطقة. انتي البريز اليوم جينا المدرب خطيه اللي زاد عصبنا وزاد قلقنا اللي هو بحال يورث لها لا تقتيش هي لا والو هي اللي اسس السبب ديال الوفاه ديال سميم تيولي خدام عليك هو هذا السيد خدام هو خدام عليا هو اللي خدام عليا هو اللي عنده صدر ربي هو اللي عنده صدر ربي وانا اللي عنده صدر ربي دابا هو انا اللي عنده هذه البنيات هو كان محب الراجل واخا غير يخرج المحب الراجل تليك ملي باقي كاع ما مجوج تبع الراجل تلعب في الرباط يمشي تلعب هنا يمشي تابعه لا قادر تابعه تمت عليها هي يعني وفرحان ما شربتي ما والو الحمد لله كان ولدي دار الباسكروتي وما دارش الباسكروتي انا امي قالت مشيت للقهوه دار الراجع وانا حسيت في قلبي درتي لك سقط الراجع اسفي الخزري انا عرفت انا عرفت الله يوفقهم بالخير الله يموت على الراجع الله يعاون الله يعاونهم اولادي الله يعاونهم يعني ولي كان المعين الواحد هو هو اللي كاين ولي كاين ولي كل حنا الراجل ويا نقول لك بنات وبناتوش الا قلتي لهم شكون انتم يقول لك الراجل ويا انا الراجل ويا هذيك كل شيء كنقول الراجل حنا تابعين الراجل ولدي الله يعمر هذا راه ولدي عمر مالكني دري واش ولدي دري واش ربي هاج هاج قالوا عمرو مش بتسدع ناشر واحد عمرو درويش عمرو مش بتسدع عمرو 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 كل شيء هاكا تو دم معنا السيد هذا الله يعمر هذا هو كيبغي الخير كاع الناس كامل اخويا انا كنت خدام عند الشركه وخرجت منها هو نفس الشركه بس خدام هو وقع مسكين بقى كيطلب ويرغب فيا كيقول لي مسكين كيقول لي شوف ارجع الخدمه وهذه اش كيفاش دير كيطلب الناس كيفاش كيفاش ترجع كيبغي الخير كل شيء السمعه ديالو مزيان السمعه ديالو مزيانه وعنده مسكين هز مسؤوليه ديال العائله وعنده اختو مسكينه معوقه وعنده جنيه صغار وعنده مرته وعنده هذه السيده هذه مسكين هز عائله كامله وخدام في شركه ديال النظافه اخويا
ومسكين دابا هو توفى. لا اله الا الله محمد رسول الله وانا اليه راجعون. وهاد الناس هاد راه ما كاينش دابا اللي يتكلم فيهم، ما كاينش يتكفل فيهم، ما كاينش يعاونهم، ما كاين حتى شي حاجه. ما كاينش يجيب لهم حتى دغمه ديال الخبز من غيره هو والله سبحانه وتعالى. خويا هاد الناس هادو كنتمنى من فريق الرجاء البيضاوي ومن اللعابه ديال فريق الرجاء البيضاوي يتدخلوا ويجيو يعاونوا هاد الناس، الله يجازيهم بخير والله يرحم الوالدين. ماشي فريق الرجاء البيضاوي، كنتمنى من المغرب كامل ومن اللعابه ديال المغرب كامل، حيت السيد هذا محب لكرة القدم ومحب فريق الرجاء البيضاوي، هذا قبل ما يتزوج كان كيدي بلاصه مع الرجاء في اي مدينه في اي بلاصه. كل لاعب الرجاء مع الربعة ديال الصباح يفيق يلعب يمشي يتفرج، ما يمنك الخدمه ويمشي يتفرج. هو مسكين هو مشى سبحان الله العظيم كيفيق مع 6 الصباح كيمشي يخدم، وسبحان الله العظيم اليوم ما مشاش يلعس، ولا كيجي بالعشيه كيمشي يلعس كيحط راسو كيمشي كيتشكى شويه، ما نعس كيتسنى الماتش ديال الرجاء يتفرج فيه. هو تفرج سبحان الله العظيم كيعاودوا عليه الدراري ما تكونش القهوه، ولكن الدراري اللي كيعاودوا كيقولوا لك كان فرحان ملي كانت فارق الرجاء رابحه بواحد زيرو، ملي تماركا التعادل مشاو بلانتيات. هو مسكين مع كيحب الفرقه من قلبه، ماشي كيحبها بالهضره ولا بالفم، كيحبها من قلبه من قلبه من قلبه من الداخل سبحان الله العظيم. من يدق البيلانتي داك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى توقف ليه القلب ديالو. وكنتمنى من الناس مسؤولين ولا من الجامعه ولا من كل شيء مسؤولين كاملين اللي كيتدخلوا في كره القدم يتعاونوا مع هاد الناس، حيت راه هو الوحيد اللي كيتعاون، هو اللي كيجيب لهم ما ياكلوا. راه ما كاينش شي واحد اخر. دابا هو السيد توفى، دابا السيد توفى راه ما كاينش يجيب لهم تدخل ديال الخبز، ولكن خاص الناس هادو كما هو كيبغي الرجاء وكما هو كيبغي اللعابه ديال الرجاء، حتى اللعابه ديال الرجاء حتى هما يبغيو يجيو يشوفوا فيه ويشوفوا من حاله ويكونوا معاه. راه لا اله الا الله محمد رسول الله. راه الوضعيه شو ما كتشوفوا فيها كيفاش دايره، راه تشوف السكنه كيفاش دايره، راك تشوفوها الباشا الشخص هو كل شيء كيبغي، كل شيء كيبغي. اخويا دراري كبار دراري صغار كيحب دراري صغار. انا بنتي صغيره كتلعب مع بنتو، كيشري لبنتو كيشري لبنتي، كيت من سبحان الله عنده بنات الناس بحال بناتو. محبوب يعني على الساكن، محبوب على الان. ترى هادشي كامل اللي كتشوف فيه دابا، هادشي كامل اللي كتشوف فيه دابا راه يبين لك، راه الناس كاملين اللي واقفين راه يبين لك خلاصه ديال كلشي. هاد السيد الله يعمرها دار، ونتمناو كنتمناو والله يرحم ليهم الوالدين. احنا كون كان استطاعتنا احنا نعاونوه بلا ما نديروا هذا النداء هذا كامل، ولكن احنا سبحان الله العظيم حب الناس، حب الناس كاملين كلشي كيبغيه، كلشي باغي مسكين باغي باغي عائلته باغي لها الخير. ولا اله الا الله محمد رسول الله. يتعاونوا مع هذه السيده هي كبيره في العمر، ومرته مسكينه راه مسكينه راه ما عندها لا عائله لا والو، راه عندها بوحدها هي مسكينه مرته، ما كاينش اللي يعاونهم، ما كاين حتى شي واحد. كاينه المراه مسكينه كبيره وعنده جوج بنيات صغار، عندها الدريه باقيه يلاه عندها 3 سنين، والدريه يلاه عندها 5 سنين ونص مع 6 سنين. ولا اله الا الله محمد رسول الله وانا اليه وانا اليه راجعون. والله يرحمه فضلنا يا ربي، طلبوا لي الرحمه والمغفره، ونتمنوا من المغاربه كاملين يطلبوا لي المغفره والرحمه. كان خدام معاك؟ كان خدام معايا في الشركه ديال النظافه خويا، خدام معايا في الشركه ديال النظافه، وانا خرجت من الشركه وهو مسكين قال لي نطلب عليك وهادي باش ترجع للخدمه. وحق الله العظيم وهاد السيد هذا كيبغي الخير للجميع، ماشي كيبغي الخير لنفسه، كيبغي الخير لكلشي. عمرني انا لحد الان انا جارو صحا من عام دابا، عمرني ما شفتو مناكر مع شي واحد ولا جاب صداع مع شي واحد. مسكين هو ديما داخل سوق راسو، ديما يكون شي ماتش ديال ماتش ديال الرجاء خاصو يمشي يتفرج، خاصو يمشي يتفرج بأي طريقة، يمنك الخدمة ويمشي يتفرج، ما عندوش مشكل هو، ما عندوش مشكل يمشي يتفرج. هو قبل ما يتزوج كان كيدي بلاصة مع الرجاء، وتزوج وكيمشي يدي بلاصة، يكون في دونور يكون في الرباط يكون في ديما. هو سبحان الله العظيم هو الرجاء هي أول حاجة عنده. مسكين هو يكون عنده يكون عنده شي حاجة قليلة يمشي يعطي شوية لوليداته شوية يمشي يدي بلاصة به. هو كيتخلص الصالير ماشي شي صالير، هو راه البيت اللي ساكن فيه راه باين، يعني راه كلشي كيبين لكم. راه حنا راه ماشي حنا جينا وقفنا هكاك، وماشي حنا جينا ندوه هكاك. حيت هذا السيد هذا راه من اطيب خلق الله، راه من اطيب خلق الله. وكنتمناو الله يرحمه فضل النار، الله يرحمه ويوسع عليه، يا ربي ترحمه فضل النار وتوسع عليه ويا ربي تقبل ليه. وكنتمنى من اللاعبين فريق الرجاء والمسؤولين فريق الرجاء ورئيس فريق الرجاء والجميع والمسؤولين كرة القدم المغربية
يجي يشوفوا من هاد الناس هادو حتى هما راه حاله يرتلاها راه لا اله الا الله محمد رسول الله. راه هاد الناس هادو راه خاص لي يعاونوا حيت هاد السيد هو المعين الوحيد اللي كان مسكين كيتخلص بحد الصغير ضعيف مسكين حتى هو ومعاه عائلته وهز وليداتو ويسمح بحقه مسكين ويعطي لوليداتو ويعطي للوالدين ولا اله الا الله محمد رسول الله وانا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه خد الله. شكرا خويا. خويا هاد الناس اللي مسؤولين فريق الرجاء. المهم شي شكون غتقول لنا الوليد اللي مات؟ قاتل مع المعيشة ودابا السيد هذا توفى دابا لا الله وبغاه الله مع احنا ما تخلص امر الله ولكن الموت كاين ولكن الاسباب كاينه شنو السبب هو محب فريق الرجاء ما خلاه مسكين الرجاء شنو الفلانسيات الرجاء طرحنا الاهل المصري ونتمنى من وليت ماركه البيت ماركه الرجاء البيت الاول تهزينا كل شيء تهزينا ماركه البيت التعادل ودابا يسخر علاش حد ضروري خاصهم يتعاونوا اللي جا لدارو قال لك ما تفتح قلبيه حنا كنطلبوا من المسؤولين فريق الرجاء البيت الاول يتعاونوا مع السيد الله يرحم ليه الوالدين وتعاونوا معاه ما ادراك احنا ولادين وانا بقى في الحال ولادي بقى في الحال ما ادراك هو راجع وباش غيحس باش غيحس وهاد اللعابه خاصهم يحاربوهم ولا نشوفوا شنو غاديين هما خويا. نقول لك الصراحة ثقة في النفس ما عندناش كورة حنايا والله ما عندنا الكورة بالله أقسم بالله العظيم ما عندنا الكورة بزاف علينا الأهلي والجزائر ومصر بزاف علينا بزاف وشكرا. اللاعبين فريق الرجاء البيضاوي رئيس فريق الرجاء البيضاوي جميع المكونات فريق الرجاء البيضاوي واه نهار اللي غتلعب الرجاء ما ياكل ما يشرب اه يا صدي ربي الله يرحمه يا رب بعثها نتحكي ليه يا رب اه يا ولدي الله يرضي عليهم كاع الدراري يا بنادي يا عبد الحق مصطفى الله يرحمه من دعوات جميع المغاربه يدعيو مع هاد السيدات الله يعمر هذا إذن متابعين قناة 24 هذا البث المباشر المحزن من مدينة الدار البيضاء الشاب اللي توفى بسكتة قلبية إنا لله وإنا إليه راجعون.